في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف. مثل يقول قوم ان تعاونوا ما ذلوا. حلقتنا اليوم عن التعاون. حلقة برنامجنا عيالنا عن التعاون. حاط يدنا في يد بعض. نساعد بعضنا بعض. الصغير يحترم الكبير والكبير يعطف على الصغير. حياكم معنا من القرية التراثية نقدم لكم هذا البرنامج. عيالي الحلوين، عيالي الشاطرين، اليوم عندنا حلقة متميزة شوية تهمكم كلكم. أول شيء أبي أسأل سؤال، تتأيدين فريق؟ قولوا بحرين. بحرين، ايش تأيدين انتي؟ بحرين. انت ايش تأيد؟ بحرين. زين، من الفرق الأجنبية تأيدون؟ برشلونة ولا برشلونة. ريال مدريد؟ برشلونة. ريال احنا نأيد الفرق اللي يلعبون لعب حلو، صح؟ حتى لو انت أيد برشلونة والله هذه أيد مدريد ولا شيء، لكن اللعب الحلو يهم نستانس منه. شلون يصير اللعب الحلو؟ تعاون. تعاون. يصير مثلا ميسي يسحب الكرة من جول يوصله الجول الثاني بروحه؟ لا لازم يتعاون. باس مني سواريز ومنه غريزمان وبعدين ترجع حق ميسي. يعني تك 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 توصل جول جول. الواحد ما يصير بروحه، احنا كله جماعة. كم لاعب في كرة القدم؟ 11 واحتياطيين حد ما موجود وايد، صح؟ وعندهم مدرب. لكن المهم اللي احنا بنقوله ان التعاون هو بينهم يصير الجول. اللعب الحلو تك تك تكتيك حلو ويلعبون سجلوا جول. كل الاعمال لما يصير فيه تعاون مع بعض تجيب نتيجه زينه. الاوليين اللي عندنا هل الاول كانوا يتعاونون، احيانا ما ياخذون فلوس على تعاونهم. يعني واحد قال والله انا عندي بنيان ابيكم تساعدوني في البنيان، بسوي لي طوفه او بسوي لي عريش او بسوي شيء. الكل يساهم معاه، يجي يقول يا الربع فزع يا الربع فزع، كلهم يقولون اي والله، ويروحون معاه ويشتغلون معاه، وهذه سوي كذي وهاي يبني وهاي يصور، وكل اللي يبني مع بعض. اي عمل من الاعمال اذا ما يكون في تعاون ما يصير في شغل عدل. حتى احنا مثلا ابي تقولون لي مثلا في البيت احنا شلون نتعاون في البيت؟ يعني انت ايش تسوين في البيت انت؟ انا اساعد امي وابوي. ايه؟ واتعاون معاهم حتى لين بنلعب. حتى بتلعبون؟ ايه. تلعبين معاهم بعد؟ ايه. مع ابوك فريق؟ فريقين؟ ايه فريقين. ايه. وكل فريق يتعاون مع بعض. انا ابي اهم شيء احنا كلنا مثلا عندنا حجر عدل؟ ايه. الحجره، الحجره هذه تخلونها خرابيطها بثيابكم مقططة بكل شيء ولا شنو؟ نتعاون ونرتبها ثياب مكانها. عدل عدل نتعاون ترتيب. يعني أهم شيء تشيل أشغالك أنت داخل الله، يعني وأنتم بكرامة جوتيك حتى بروحه مكانه، دلاقك مكانه، ثوبك مكانه. إيه في الكبت ما نقط هاي مني وهاي مني، تعالى يا الأم المسكينة وشيله وحطي. ما يصير الحين البنات مثلا احب بنحط السفره لعياله وكلهم الاهل يبون يتغدون ولا يتعشون. اول شيء يقصون لهم، يقصون لهم، يبون المواعين معهم، يرتبون لين كلوا في صحن قصلوه وحطوه. هذه التعاون. في كل شيء في تعاون، حتى في المدرسه. انتم مثلا فريق في المدرسه، يقول لكم انتم الفريق سووا مجله حائط مثلا، او انتم سووا الشيء الفلاني، او انتم اشتغلوا في الزراعه مع بعض. إذا حطين يدنا صار في تعاون. شوفوا عيالي، في قصة قديمة. القصة إن في ريال كبير جمع أولاد السبعة وقال لهم يا عيالي تعالوا، تعال تعال يا ولدي، تعال معي. شو اسمك يبا؟ علي. علي علي يبا اكسر هذه العصا. كسرها. استريها يا علي. او علي خليك علي. ها
حطينا مع العصا حطينا عصاتين كسرهم. زين تعال يا علي هذه مجموعة عصي يا ربي كسرهم. قدر يكسرهم؟ لا. ليش ما قدر يكسرهم؟ لأن مجموعة ما قدر يكسرهم لأنهم مجموعة كبيرة. هاللون إذا احنا اتحدنا مع بعضنا صرنا قوة واحدة، إذا كنا بروحنا بكل بساطة علي كسرها، نكون اثنين بعد بيقلبوننا، نكون ثلاث بعد يمكن يقلبوننا. كسرتهم؟ لكن إذا كنا مجموعة كبيرة ما يقدرون علينا. هذه في الاتحاد قوة، في التفرق ضعف. قلت لك كسرها كسريها يا بنتك كسريها كسريهم. ما قدرت تكسرهم. هذه الاتحاد. حطوا بالكم عيالي على بعضكم بعض، حبوا بعضكم بعض، خلكم دائما مع اخوانكم مع اصدقائكم قوه واحده، خلكم كلكم قلوبكم بيضه، فعيالي شوفوا كلكم تتحدون، وحق بلدنا بعد نكون قلب الواحد، حتى بعد نتعاون لما نروح مثلا حديقه والله على بحر وناكل وعندنا رحله والله في بر. كلنا نقطب كل شيء؟ لا نقطب الاخبار نتعاون ونشيله. احنا معروفه بلدنا نظيفه، لكن اللي قط شيء مو بزين في بلدنا هذا انسان ما نبي. فالاتحاد قوه عيالي، فانا ابيكم كلكم هلو تكونوا على قلب واحد. قال تعالى في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم، تعجبوني انكم حافظين. هذه الايه تدلنا على الله سبحانه وتعالى يقول طيعون والديكم. الوالدين منهم الوالدين الأم والأبو. الأبو اللي تعب طول النهار ويجيب وكد، والأم اللي حملت وتعبت وولدت وربت ولما تصيح تشيلك وترضحك وتجيب لك الأكل ويخافين عليك ويربونك إليك كبرت. الأبو والأم هذه ما في أحسن منهم. نطيعهم ولا ما نطيعهم؟ نطيعهم. وخاصة لما يكبرون وإما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن. شو معنى ولا تقل لهما أفن؟ ها؟ يعني لا تقول له أب. حتى ما تتأثث يعني تقول إيه إيه. اللي الله يحبه هو اللي يحب والدينه واللي يطيع والدينه ويسمع كلام. ترى أحسن ناس أكثر ناس يحبونكم أبوكم وأمكم. من يقول لي الجنة تحت أقدام الأمهات؟ لأن إذا أنت تطيع أمك وأبوك إيه؟ الله بيوديك الجنة إيه؟ وبيخليك تستانس في الدنيا وفي الآخرة. آمين رب العالمين. فهذه اللي نبي عيالي طاعة الوالدين. أبيكم دائما تطيعوا والديكم لأن ما في أحلى من الوالدين، وهم اللي يبون مصلحتكم. مو الكلام لكم أنتوا، الكلام بعد حق أخوانكم اللي حين يتفرجون عليكم. لكلكم طاعة الوالدين، حب أمكم وأبوكم، الله سبحانه وتعالى يحبكم. عيالي، الحين احنا بننتقل إلى شغلات اللي عودناكم دائما نقولها اللي هي أمثال مثلا. يقول لك حالات الثوب رقعته من نوفيه. حالات الثوب رقعته، شنو الرقعة؟ رقعته من نوفيه. الخامة؟ ها؟ الخامة. الخامة شنو الخامة؟ الخامة يعني؟ لا الخامة اللي الخلق. الخلق، يعني هاي ثوب مثلا انشق هني ها؟
قمنا حطينا قطعة وخيطناها مثله، فلازم أحط قطعة مثل هذه اللون عشان ما يخترب الشكل، هاي يسمونها رقعة. بس عشان ما يخترب هذا. إيه بس مو معنى، مو هذا المعنى. حالات الثوب رقعته فيه متى يقولونها؟ هاي أمثال شعبية قديمة لها معنى. مثلا واحد يبي يتزوج، تقول لأمه والله أبوه خذ بنت عمك، والله خذ بنت خالك، والله خذ واحدة قريبة لك. قال له ليش؟ قالت له حالات الثوب رقعته منه وفيه. عرفتوا المعنى؟ يعني شلون؟ علشان من العائلة. علشان من العائلة مثلا، يعني انت من أهلنا، من الأهل يعني رقعته منه وفيه، عدل؟ يعني صار الشخصيات اللي يعني اللي بتتزوجها تعرف شخصيته شنو قاعد يسوي، الطابع وغيره. اي ومن أهلنا وعارفينهم زين شنو هو بيسوي شنو هو ما يسوي. صح صح صح. زين، بغيتك عون طلعت لي فرعون. مني ها. نعم. الأم ولدت ولد طلع شيطان مثل الفرعون. سين شلون يعني؟ شلون ما فهمنا يعني؟ يعني الأم ربت الولد وكل شيء، بعدين طلع شيطان مثل الفرعون يأمر وهو ما يسوون. بعد تقريبا صح. أنا بغيتك يا ولدي تكون لي عون تساعدني وتكد علي، وهي صرت لي فرعون. فرعون فرعون ما صار فيه الفرعون ذاك الأولي. هاي بابا يعني كنت أبيك تكون طيب عندي وكل شيء، لكن طلعت لي شيطان، طلعت لي نفس فرعون. ما يطيح. تفضلي. يعني مثال أنا الحين شريت لي أغراض من السوق أبوديهم البيت، والأغراض وايد ثقال، وناديت أحد يساعدني عشان صار لي عون. إيه؟ بس هو صار لي فرعون لأنه قال رفض. لي لا. قال لك لا. رفض. إيه يعني أنت صديقي وصديقتي وغيره، وقولش تعاونيني ما تعاونيني. هذه الأمثال عيالي كانوا يقولونها قبل، الحين يمكن انقرضت شوية، لكن لو نتعلمناها ما في حلوة يعني نقولها، عشان يعني احنا لهجتنا الخليجيه ولهجه البحرينيه وكلام الاوليين حلو، في اشياء نبي نحتفظ فيها لان حلوين، نكون متميزين فيه احنا اهل البحرين او اهل الخليج فنستعملها. عيالي احنا قلنا نبي شيء عن التعاون، فنبي حين نسوي مسابقه بينكم. شنو يعني مسابقه؟ مسابقه يعني شد الحبل. البنات نخليهم بروحهم فريقين، بنشوف اي فريق يقلب الثاني، اللي تعاونون مع بعض بيقدرون يقلبون. هلا يلا نعلنا، وعقب نسوي بعد مع الاولاد بنشوف مين هو اللي يغلب. اوكي يلا. مسابقتنا شد الحبل، وشد الحبل فيه تعاون، فيه قوه، كل يسحب اكثر. انتوا اي تبون فريق شنو؟ الورد محمدي. الورد محمدي. وانتوا اي فريق؟ انتوا الرازجي. الرازجي. انت ورد محمدي. الورد الرازجي. من يغلب؟ الرازجي. من يغلب؟ الرازجي. عيال شجعوهم ها. باقول واحد اثنين، كل واحد يثبت واللي يشد مع بعض ويتعاون مع بعض يغلب. واحد اثنين ثلاثة. أي فريق أنتو؟ زومبي. زومبي وأنتو؟ أشباح. أشباح. زومبي أشباح. واحد اثنين ثلاث. حيوهم 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 حيوهم. شكرا شكرا الله يعطيكم العافية.
ما شاء الله عليهم. شذي أبيكم ابتسامة على وجهكم والقلوب هني نظيفة، تحب بعضها بعض، نبي نحب بعضنا بعض، ما نكره، ما نحقد، ما نحسد. شذي أبيكم، بارك الله فيكم، حطوا يدكم في يد بعض عشان بلدكم، عشان نفسكم، عشان أهاليكم. بارك الله فيكم. والحين أقول لكم إلى اللقاء، أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة.